السلام عليكم حبايبي، رجعت لكم بفيديو جديد ان شاء الله اللي هو شلون ترتب الحقائب مالتك لما تسافر بالدراجة. اي شخص يريد يتعلم او يريد يشارك بالرحلات اهلا وسهلا فيه، تلقون صفحات الانستغرام والفيسبوك مالتي بالوصف. اذا ما مشترك بالقناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس على مود يوصلك كل جديد. ان شاء الله بعد 8 ايام الرحلة مال العراق راح تبدأ 1300 كيلومتر، كونوا معانا. هذا الفيديو جدا مختصر لان وقت ماكو، لكن ان شاء الله القادم احسن وافضل ان شاء الله. واللي يسالني مثلا هسه اصدقاء نشر ستوري بلانستا سالوني ليش قاعد هالقعده، طبعا هاي القعده كنت بجلسه تصوير لان اخذت صوره مع دراجتي وكذلك مع العدماتي والاشياء اللي احتاجها. حاليا راح اسوي لكم فيديو اللي هي انا عندي 5 حقائب تشيك على الدراجه، شلون ترتبها وشلون تنسقها، وكل وحده مختصه بشني، يعني مثلا وحده مطبخ. كونوا وياي وشوفوا التفاصيل جميعا ان شاء الله بعد هذا البريك. الشرح ان شاء الله، طبعا اللي تشوفوه امامي هو 5 حقائب او 6 حقائب، راح نجي نتكلم عنها بالتفصيل وكل واحده بشنو تختص وشنو الادوات اللي راح استخدمها ان شاء الله. طبعا اول ما تجي تصفط الحقائب مالتك، الاشياء الدائما اللي توصل عليها او تريد مثلا تكون قريب عليك دائما تحتاجها بالسفره، اللي هي هاي الحقيبه اللي تتشكل بالستيرن مال الدراجه. هاي الاشياء اللي تدخل هنا، طبعا هاي الاشياء لازم تكون الكترونيه مثل كاميرا، الجوبرو، الادوات، الشاحن، الاشياء السهله الوصول اليها، فلوس، جنسيتك، جوازك اذا كنت مسافر بغير بلد. هاي الحقيبه الاولى. هاي الحقيبه الصفراء طبعا دائما انا استخدمها للمطبخ. هاي الحقيبه تكون غرفه النوم، احنا هيك نسميها يعني بالنسبه لي ارتب اي شيء. هاي غرفه النوم، عندك العده التصليح والاشياء اللي انا احتاجها للصيانه. طبعا هاي الحقيبه راح تكون بها الادوات التخييم، اللي هاي اخر شيء انا اصلها بالنهار لما اكون تعبان ومخلص طول النهار سايق الدراجه، اجي استخدم هاي الحقيبه اطلع الاشياء الادوات التخييم. هاي الحقيبه تكون للملابس وكذلك للاشياء اللي تحتاجها مثلا لما تستراح وقت الليل، يعني لما توصل المنطقه او النقطه المحدده ان شاء الله. هاي الحقيبه يعني شوف التصوير، عندك الاشياء اللي دائما بسرعه تريد توصل الها، المطبخ، غرفه النوم، عده التصليح، الملابس والاشياء مالها، كذلك هاي نسيت مثل ما يقولون عده الصيانه كذلك. كونوا يا شباب راح اصفط الاشياء، يعني انت تتوقع هاي الاشياء كلها، هاي الاشياء كلها راح تدخل في هذه الخمس حقائب، يعني لازم تثبتها باحكام. والدراجه عليها تتشكل وحده هنا، وحده بالخلف، وحده تتشكل هنا، وحده بالجنب الثاني، وحده بالستيرن، والصفره دائما تكون بالاعلى على مود اوصل عليها بسرعه. وهذيك الحقيبه تتشكل بالستيرن دائما اوصل عليها بسرعه. وتشوفون حتى اذا مكان خريطه او شيء، موبايل جو هذا اللايلون من يحميها من الشمس ويحميها من المطر، وكذلك اللمس يشتغل بها. نبدي التصفيت ان شاء الله حبايبي. طبعا اول شيء راح نبدا بالمطبخ، نجي هنا على مود يبين احسن. اول شيء نبدا بالمطبخ، الاشياء اللي احنا نسميها مثلا، انا اسميها لي قاعد اسميها بشكل، انا ليش خليتها لون اصفر على مود تمتاز عن الحقائب الاخرى. هاي عده الطبخ، نجي اخذ الغاز صفطها بهالشكل، جي هذا القدر، هذا القدر لحد تعرف هو اصلا ما جنود، اخذته هيك بصدفه، هذا بس اسلق بيه اشياء، لان اكثر شيء بالرحلات احلى شيء واحد يسلق له بيض، يسلق له اشياء، بتيتا، اشياء دائما مهمه وهمنا بالصحه جيده، تنطيك كربوهيدرات وفيتامينات. تجي تصفطها بهالشكل على مود لا تخلي اي فراغ بيه. هاي البهارات مالتي، هاي كل وحده وبها بهارات، مثلا عندك ملح، عندك بهارات مال اكل، عندك ليمون دزي، عندك سماق، عندك هيك اشياء، انا كل واحد وذوقه يشوف شي يحب. انا دائما هاي مال اطفال مال حليب، هاي
خليها بهالشكل. عندك هذا المنقل، هذا المنقل جدا حلو ايراني، سعره جدا مناسب 3000 دينار من سليماني اخذته، والولد جابني اياها خطيه توصيل. منقل مسافرتي حيران اللي هو ايراني، باعوا المنقل. اذا الصوره توضح، دائما سهل لان بالسفر تشوي. عندك هاي دائما اتقطع عليها الاكل والزلطه والاشياء تثرم عليها. عندك التشنغال ومع والشي الاخير طبعا مال بيض، هاي تحمي لك البيض من الكسر، يعني دراجة مو مثل السيارة تتحرك هواية، تخلي بيها تسد بهالشكل ما يتكسر عندك اي شيء، خلي هذا الشكل. نجي كيفية الغلق او اللي انت تغلق به الحقيبة، تجي مثلا تمسكها بهالشكل، بهالشكل هذا، وهاي ترجع، هاي خاص مال دراجة ومال جبل همينها. هسه الحقيبة هكذا تشكل، يعني هيش تشكل، هاي اليد لما مثلا تريد تشكل هيجي، او انا اسدها هنا اجيب هاي الشناطات اضرب هالشناطة على مين تتحرك عندي. هاي المطبخ، المطبخ تتشكل على الحقيبة الثانية. نجي للحقيبة اللي تتشكل على الستيرن، هاي الحقيبة تتشكل على الستيرن، هاي جدا مهمة. سهلة الوصول، مثلا اجيب من الاشياء ايش اخلي بيها؟ صح اخلي بيها، راح اجيب الثوب اجيب السيرفي، راح اجيب بعض الاشياء مثل هاي الستاند مال اللي يتشكل مال كوبرو اللي يتشكل على صدر. طبعا عندك الجهاز الجارمن دائما اشكله فوق واخلي داخله. بعد مناظر اوصل لها بسرعه، هاي الاشياء اللي انت توصل لها بسرعه ولازم مثلا تريد توصل لها. عندك هاي الزمزمية والمطارة المثلجة، هاي تنطيك برودة 6 ساعات 7 ساعات بالحار، تفيدني برحلة العراق ان شاء الله. هاي خلصنا من الاشياء، وعندك باور بانك والاشياء الثانية بعدني ما جايبها، ان شاء الله اجيبها. وبعد من خلال ستوري على الانستغرام راح اتابع كل شيء اول باول ان شاء الله، انشر اول باول بعد الانطلاقة باقية. خلوكم ويانا بالفيديو لحد ما نخلص الترتيب ان شاء الله بشكل اسرع، بس نفس الصوره. خليكم ويانا. طبعا خلصنا من الجهه الخلفيه، انا اختصرت الفيديو على مود لا يكون مطول هواي عليكم. باعوا عندك المطبخ، الشيش مال خيمه تجي تستعملها انت، بعدين تجي عندك هنا الغرفه مال النوم اللي هي بيها الخيمة وبيها الكيس مال النوم وبيها الدوشك والأشياء الثانية اللي انت تحتاجها واللايت. هنا عندك الصيانة وعدة الصيانة كاملة، ايش تحتاج للتصليح معك، حتى أدوات احتياطية مثل تشوب هيك أشياء معك. هنا بعد ما كاملة طبعا تكمل يطلع بهالشكل الأشياء اللي بسرعة توصل لها. هذا الشيء خلاص، والحقائب الثانية ذوكم بعدني ما مخلصهم. ليش؟ لأن وحدة ملابس زايدة تأخذ وياك احتياط والأشياء اللي أنت تحتاجها، وتترك وحدة فارغة لويش على تعذروني بداية الفيديو هم حكيت عنها بس شوية كنت متسرع. وحدة دائما تتركها على النص، تأخذ معاك علب الأكل والمعلبات والأشياء اللي أنت تحتاجها، مثلا شوية رز شوية أشياء اللي أنت تطبخها، عاد كل من واهزة. طبعا هاي دراجتي بالشكل الاخير، تكون الخلف هالشكل والامام بهالشكل والحقيبتين هنا. عندك ان شاء الله ما قصرت بهذا الفيديو، اذا ما كنت مشترك بالقناة اشترك بالقناة حتى يوصلك كل جديد. اخوكم الرحالة شعبان العراقي، وانتظر دعمكم وكلامكم، وطبعا الرسائل اللي اجتني كلش حلوة ومميزة. ان شاء الله تزوروني باربيل واقوم بالواجب واكثر. تحياتي لكم، مع السلامة.